فوضى عارمة تجتاح الجامعات المصرية، طرفها الأبرز طلاب تنظيم الإخوان المحمل والمتهم من وزير الداخلية المصرية بتنفيذ مخطط لإثارة الفوضى قبيل الاستفتاء الدستوري. اعتداءات متوالية نفذها طلاب تنظيم الإخوان في الجامعات على أساتذتها وحراستها، وأغلقوا قاعات المحاضرات، وخرجوا من الجامعات إلى الشارع العام، وقطعوا الطرقات، ما اضطر الأمن لمواجهة المتظاهرين في كل مرة. أعمال الفوضى لم تراعي حرمة دماء أو قداسية وطن، وتحت عباءة التظاهر السلمي امتدت إلى حرق دور العبادة وتخريب الكنائس والجوامع واختراق أقسام وأكمنة الشرطة والمنشآت العسكرية. أحداث العنف والإرهاب واستيطان طائفي زادت وتيرتها بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة لتشمل مختلف المحافظات. فمطلع الشهر الجاري شهدت محافظة المنيا أحداث عنف طائفي راح ضحيتها 24 جريحا. وقبل ذلك بيوم شهدت عدد من المحافظات تجدد الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل 4 وجرح 27 آخرين، ناهيك عن مقتل 12 مواطن وجرح 232 آخرين في اشتباكات بين مسلمين وأقباط في محافظة الجيزة.